بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، كنت مبرمجة فيديو نحط لكم غدا الحد إن شاء الله، ولكن بما أنه عندي لقاء هذا بغيتكم تتجهوا على الراديو مع راديو بلس مع الإعلامية المتألقة خديجة البوزيدي، راديو بلس أكادير. راها تقدروا كلكم تشدوه على الانترنت وتقدروا كلكم تستمعوا على الموجات ديال الاذاعه ديال الراديو. المهم حبيباتي الغاليات، اللي بغى يتبع هذا اللقاء هذا هو غيكون يبدا من 10 ديال الصباح توقيت المغرب، يعني اللي بغى يتبعني المحبات ديالي المتتبعات ديالي. هو كيتكلم على السيدات وعلى الطموح ديال اي سيده وعلى شنو هو النجاحات اللي حققنا في الحياه ديالنا. لهذا حبيباتي المتتبعات ديالي الغاليات الوفيات المخلصات، ما تنساوش ما تستمعوا لهذا البرنامج هذا على راديو بلس، نتمنى تتبعوه راديو بلس اكادير. نتمنى تتبعوني حبيباتي، وغيكون لقاء خفيف ظريف ان شاء الله على قلبكم على قلب الاذاعه يا رب العالمين، ونتمنى نكون دائما عند حسن ظنكم وني بكم، راني نحبكم كاملين.